in 1 minute. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم بهذا الفيديو حيكون عن العنبة يوفيا. حنحكي أولا عن أقسام العنبة، وبعدين هنحكي لمحة تشريحية وفيزيولوجية عن كل قسم على حدة. بسم الله نبدأ. تمثل العنبة نسيجيا الطبقة العضلية الوعائية للعين، بينما تشريحيا تمثل الطبقة الوسطى لها، حيث تتوضع بين الطبقة الخارجية التي تضم القرنية والصلبة من جهة، والطبقة الداخلية والتي تشمل الشبكية من جهة أخرى، وتتألف بشكل أساسي من القزحية إيريس والجسم الهدبي سيلياري بادي والمشيمية كورويد. هنبدأ أولا بأول بنية من بنى العنبة وهي القزحية. تمثل القزحية البنية اللي بتعطي العين لون الطبيعي، بتشكل الامتداد الامامي للمشيمية لتغطي جزئيا عدسة العين. نتيجة لهالشي حيتشكل عنا فتحة دائرية صغيرة بالمركز هي البيوبل او ما يعرف بالحدقة. اما نسيجيا مؤلفة من نسيج ضام رخو غني بالاوعية الدموية والالياف العضلية الملساء يلي لها نوعين. الاول الياف ذات توضع دائري وتعصيب نظير ودي، بالتالي حتكون مسؤولة عن تقبض الحدقة. الياف ذات توضع شعاعي تعصيب ودي، وبالتالي حتكون مسؤولة عن توسع الحدقة. مما سبق رح نستنتج انه الوظيفة الاهم للقزحية هي التحكم بمقدار الضوء الداخل للشبكية عن طريق التحكم بقطر الحدقة. هيك بنكون خلصنا البنية الأولى من العنبة، ورح ننتقل للبنية الثانية وهي الجسم الهدبي سيلياري بودي. هو عبارة عن بنية مثلثة الشكل، تمتد من الحافة الأمامية للمشيمية لتتواجد بينه وبين القزحية. من أهم مكوناته العضلة الهدبية سيلياري مصل يلي بتتكون من ألياف ملساء تترتب بشكل طولي ودائري وشعاعي. قالوا التقلص المشترك لهي الألياف مسؤول عن وظيفة المطابقة للجسم الهدبي. أما المكون الثاني للجسم الهدبي هو الزوائد الهدبية سيلياري بروسيسز اللي بتتواجد بالقسم الأمامي المنثني منه، بتكون مسؤولة عن إفراز الخلط المائي كونها غنية بالأوعية الدموية. ملاحظ هون إنه القسم الخلفي من الجسم الهدبي أملس وبيحتوي على أي زوائد هدبية. مما سبق نجد أن أهم وظائف الجسم الهدبي هي إفراز الخلط المائي والمطابقة. وكملخص سريع عن الوظيفة الأخيرة، فالمطابقة هي عبارة عن عملية بتخلينا نشوف الأجسام القريبة بشكل أوضح يلي عادة بتصدر عنا أشعة متباعدة. في حال عدم حدوث المطابقة بقاء السطح الأمامي للعدسة مسطح رح يتوضع الخيال خلف الشبكية ويصير عنا عدم وضوح برؤية هي الأجسام، بينما وقت تصير المطابقة رح يزداد انحناء السطح الأمامي للعدسة حيتوضع الخيال على الشبكية، بتصير ساعتها رؤية الأجسام القريبة أفضل. للتوضيح أكثر، بتتم الآلية أولاً عن طريق تقلص العضلة الهدبية يلي بيسبب ارتخاء الأربطة المعلقة بالعدسة وزوال توتر محفظة العدسة. هالشي رح يسبب انحناء الوجه الأمامي للعدسة وزيادة قوة الكاسرة، من ثم وقوع خيال الجسم القريب على الشبكية. أي بتتم المطابقة وفق ما يلي. وهيك بنكون خلصنا حديثنا عن البنية الثانية من بنى العنبة. هننتقل للبنية الثالثة والأخيرة هي المشيمية كورويد. هي البنية اللي بتتوضع بشكل خلفي بالنسبة لباقي البنى، وبتشكل ثلثي الطبقة الوعائية تقريبا. أهم صفاتها أنها مصطبغة ورقيقة وغزيرة بالأوعية الدموية، حيث تحتوي على أوعية صغيرة أقرب إلى الداخل ومجاورة للشبكية، أوعية أكبر من اللي قبلها تتوضع بشكل محيطي بالنسبة للمشيمية. مما سبق رح نلاحظ أنه أهم وظيفة للمشيمية هي تغذية الطبقات المحيطية للشبكية. وهيك بنكون وصلنا لختام فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.